السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناتنا الكرام. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسى عمل اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل جديد من فيديوهاتنا المتجددة والمتنوعة. نرجو منكم كتابة مواصفاتكم في التعليقات، والشخص المناسب سوف نتواصل معه. عزباء، يتيمة، على قدر من الجمال والرقي، جماعية، هي فنانة مبتدئة، إنسانة خلوقة، مرباية أحسن تربية، حنونة، لا تحب الظلم، رومانسية، صوتها منيح كتير، من رأي كتير سمعوها، نقية، مثل ما بتحب الخير لنفسها بتحب الغير. نرجو منكم كتابة مواصفاتكم في التعليقات، والشخص المناسب سوف نتواصل معه. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل جديد منه. ولو لسه مشتركتش عليك الاشتراك الآن، ولا تنسى ضغط على اللايك. هي تكره الكذب، ومن صفاتها الصدق والوفاء. تتمنى أن تجد شريك حياتها أن يكون ذو قلب حنون رومانسي، رجال دمه حامي، لم يسبق له الزواج من قبل، غيور، صادق، حنون، فرفوس. شكرا لكم. نرجو منكم كتابة مواصفاتكم في التعليقات، والشخص المناسب سوف نتواصل معه. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. ولو لسه مشتركتش عليك الاشتراك الآن. لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.